يا هلا فيكم من جديد، نتابع فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. وصلنا يا دكتور إلى فقرة مزاين الكتب، اخترت لنا كتاب الأحلام بين العلم والعقيدة لعالم الاجتماع العراقي المعروف علي الوردي. شوف يا أبو سلمان، احنا دائما في الكتاب نؤكد على قضايا. أول قضية نؤكد أنه تلخيص الكتاب والكلام عنه لا يغني عن قراءته. ترى احنا مجرد من اللي يعطيك عربون إضاءات بسيطة، أي عربون لقطعة كيكة، فأنت لازم تشتري الكيكة كاملة. ثانيا وهو المهم أيضا، أنه القراءة علاج. الآن أثبت الطب الغربي أن القراءة علاج. أنا بالنسبة لي علاج، أنا اليوم الذي لا أقرأ فيه أشعر بصداع وتعب. الشيء الثالث أنه العقاد لما سئل لماذا تقرأ قال لأن حياة واحدة لا تكفيني، فأنا أحتاج إلى أكثر من حياة، ولا يمدك بالحياة إلى الكتب. نجي للكتاب هذا. في الكتاب ذا لازم نقرر ثلاثة أشياء مهمة. الشيء الأول أنه الأحلام عالم رمزي، فبالتالي تعدد الرؤية لا يطلع لبكرة ينقز واحد من هنا وقوله ما عندك سالفة ما أدري اليقينيات. أنا ما أحبه مصحابه، أنا أقول لك هذا علم احتمالي. فرويد جاب نظرية، إدلر جاب نظرية، ابن سيرين جاب نظرية، قد تكون كلها صحيحة وقد تكون كلها خطأ، هي اجتهادات ونظريات. الشيء الثاني عالم علي الوردي. عالم علي الوردي هو عالم كبير، يعني ممكن أنا بنقول لك أنه العرفج قبل علي الوردي غير العرفج بعد علي الوردي. أنا يعني ما أحب النصائح تعرف، لكن أنا أقول من المهم أنه كل إنسان يسخر 6 أشهر من عمره لعالم علي الوردي. علي الوردي له كتب مخيفة. وش اللي عجبك فيه يعني؟ وش عالم اجتماع. أول كتاب قرأته هو خوارق السلاطين. كل كتبه حافظها غير ايه؟ مش أني قرأتها. خوارق اللاشعور تقريبا من أول كتب التنمية البشرية، مهزلة العقل البشري، وعاظ السلاطين، أسطورة الأدب الرفيع، الشخصية العراقية، عالم الأحلام أيضا. هذا علي الوردي من الناس العلماء الحقيقيين. طبعا هو حارب صدام وبالتالي غادر إلى لندن. أنا شفته مرة في محاضرة فقط، ما سلمت عليه، كان ودي أسلم عليه، ومات في عام 93، لكنه رجل فحل من فحول الثقافة والمعرفة والعلم، وهو شيعي وتعالى على شيعيته، يعني أصبح مفكر كوني. مثل في أهل السنة عندك مالك بن نبي المؤلف الجزائري، هو وعلي حرب شيعة تعالوا على شيعتهم واصبحوا كونيين، ينظرون المذاهب هذه مجرد أطياف فكرية أو ألوان غذائية لا يعتد بها ولا يعول عليها. يعني هو كلامه عن معاوية زي كلامه عن علي، وإن كان يرجح هنا وهنا من منطوق اجتماعي وليس من. نجي للأحلام. الأحلام أبرز من كتب فيها فرويد، وعندنا مع الأسف التيار الأخواني اللي استولى على البلد فكريا لمدة 40 سنة أجاز وحبب ونشر فكرة الاختزال، انك تختزل الشخص في فكرة سيئة وبالتالي عشان يتم الشطب عليه تحط عليه اكس. خلينا اقول لك مثلا يجول تركي الحمد، اي هل يقول الله هو الشيطان اللي وجه واحدة حط عليه اكس، العرفج اللي حرم القهوة حط عليه اكس، فرويد اللي يقول انه الدوافع الجنسية هي ورا كل شيء حط عليه اكس، اي داروين اللي يقول ان اللسان اصله قرد حط عليه اكس، اي اينشتاين اللي ما يتروش الا مرة بالسنة يحط عليه اكس. هذول علماء افنوا عمرهم في طلب العلم. فرويد لما تقرأ نظرياته وتحترمه وتجله عالم نمساوي قدير، بحوثه في كل العالم تدرس، لكن حنا على أساس نحط على الناس هذيك نحطهم على جنب. شوف هو فرويد نظريته نفس نظرية أهل نجد وأهل الحجاز في الأحلام. النجديين وش يقولون؟ يقولون حلوم أهل نجد حديث قلوبها، الشيء اللي في قلبك يطلع في الحلم. الحجازيين وش يقولون؟ الجيعان يحلم بسوق العيش، لما تكون أنت جعان فتحلم ايش بسوق العيش. علي الوردي ايش يقول؟ علي الوردي يقول انه في السابق كانت الاحلام لتفسير المستقبل، الان اقول لك الاحلام لتفسير مشاكلك. انا بالنسبه لي هذه نظريه عندي. وشلون طبق؟ انا اقول سهلها لي. سهلها لك انه انت اللي تشوفه في الحلم هو الاشياء اللي تعاني منها وليس مستقبل. انا من الناس الحمد لله احلامي كثير لكن ما اهتم. انا شفت الملك فهد في الحلم الله يرحمه، شفت الملك عبد الله، شفت الملك سلمان، وشفت محمد بن سلمان، وشفت فنانين كثير، وكلها شوفاتهم حلوه في الحلم. يمكن كنت افكر قبل ما انام ما ادري، لكن الاحلام فيها الرؤيه اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرؤيه لا تكون الاخير. الاحلام في القران كله وردت اضغاث واحلام، يعني شيء ما له قيمه. الرؤيه اللي جابها يوسف عليه السلام هي تختلف. ايضا الحلم يختلف، احنا طبعا بلد تفسير الاحلام، ما في حد يحقق حلمك لكن كل يفسر لك الحلم. الحلم يعتمد على سلوك الشخص. محمد بن سيرين
مفسر أحلام، لكن أيضا نسبت له كتب غير صحيحة بالتحقيق العلمي ما هي له، لكن الناس من باب التجارة حطوها باسمه. لا، وصار أحيانا قطعيا يفسرون الأحلام ويرجعون الكتاب ابن سيرين ويبدأ بالضبط دلالات كل حلم. الحلم نفسه لو حلم خالد العقيلة والعرفج يختلف بسلوك الشخص. واحد جاء محمد قال له أذنت، قال له أنت سارق. جاء واحد ثاني قال حلمت أني أذن، قال تبي تحج. جاب آية بالقرآن وأذن مؤذن أيته العين أنكم سارقون، وجاب آية ثانية في وأذن في الناس بالحج. إذن هو أذان بس سلوك الشخص هذا منحرف وهذا مستقيم فاختلف. عالم الأحلام ليس فيه كلمة نهائية خالص. اجتهادات. أنا في نظري سرود يعني جاب يمكن 70% من الاقتراب إلى المنطق والتحليل، ما أقول الصح لأنه لو جبت الصح صرت أحمق زي اللي يجزمون باليقين. أيضا إدلر حقق جزء، علي الوردي حقق جزء، لكن في النهاية هو عالم غامض، عالم المكبوتات. يعني في واحد من العلماء الغربيين يقول إن الأحلام هبة من الله اللي ما تقدر تحققه في الواقع. أنت تصور أنك تضرب عسكري مثلا في الحلم، أنت ما قدرت تضربه في الواقع فتروح تضربه في الحلم. أنت محروم من تفاح فتحلم أنك تأكل تفاح. هي نفسها قلت لك النظرية حتى العوام لما صاغوها قالوا حلومها لنجد حديث قلوبها، انك انت قبل لا تفكر تكون تحلم شيء او محروم، ممكن يكون من السابق محروم منه. الكتاب 700 صفحة صعب اني اختصره بسبع دقائق، لكن ولا اوصي بقراءته ولا انصح لان لست انا، لكن انا اقول كتاب مهم لاي شخص يريد ان يتعلم او يعرف او يقرأ في عالم الأحلام. أقول قولي هذا وأصلي وسلي على رسول الله. الله يرزقنا دوما الأحلام السعيدة إن شاء الله. آمين. طيب.